من خلال تخصيص واحد المنحة مالية من طرف الشريك الاجتماعي ديال الفيستيفال تيفاوين اللي كيتحدد المبلغ ديالي في 10,000 درهم. كناديو على مجموعة من الضيوف اللي حاضرين معنا. كيف غير كليسنا الهدايا حد تيسمغورين إسلانة 30 حتى فوق لانغسات 40 سنة أرحم ربي الحاج الحسن أطلس يقرب ربي البركة تيروانز. شكرا على هذه المبادرة مزيان كيعاونوا الناس وكيعاونوا الشباب الحمد لله. هذا في استقرار مزيان خصنا ديما نديروا هذا الشيء للشباب باش يعاونوهم وشكرا. كانت واجدوا في ساعات محمد السادس حضور فعاليات مبادرة الزواج الجماعي في الدورة ديال 12 اللي دعبت الجمعيات تنظمها بمشاركة مع المحتضن الاجتماعي اللي هي شركة أطلس. هذه السنة عرف يعني تزويج 15 ديال الأزواج وهي مبادرة كتهدف لتشجيع يعني الشباب على الزواج ومساعدة لهم بعد قيمة مالية بسيطة جدا اللي هي 10,000 درهم على بدء الحياة الزوجية ديالهم. أشرف ربي تروي الحاج الحسن ترحم ربي له استبر الريح الخيرات ورسب بينا وخا يموت ترحم ربي يفلد الخير. المهم تصرف ربي عاون النار تعاون شباب التمازير. شكرا.